السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي في قناتكم لتسلير. إن شاء الله أخذنا مع بعض أول جزء في شرح الدرس الأول لمادة العلوم، وكمان حلينا عليه من كتاب الامتحانات الأسئلة الخاصة بالجزء ده. النهاردة مكملين في الجزء الثاني وهو أنواع السرعة. تعالوا نشوف حاجة بسيطة كده تتكلم عن سباق، ونشوف هل السيارات كلها اللي هنتفرج عليها ماشية بنفس السرعة ولا لا. يلا بينا. بعد ما اتفرجنا على السباق اكيد لاحظتوا ان انا عندي كذا سيارة وكذا سيارة ماشية بكذا سرعة، يبقى اكيد يا مس عندي انواع من السرعات. اكيد عندي ايه؟ انواع من السرعات. السرعة بتختلف على ايه؟ احنا قلنا ان السرعة عندي بتعتمد على حاجتين، مسافة ومين وزمن، او الحركة بتعتمد على مين؟ مسافة وزمن. لازم تكون عارف ان السرعة والحركة هما وجهين لنفس العملة، يعني انت كأنك عندك جنيه وملك وكتابة، الجنيه ده مر عليه سرعة ومر عليه حركة، هما الاتنين بتكلم عليهم لما بتكلم على واحدة يبقى بتكلم عن التانية. طب اول حاجة دلوقتي عرفنا ان انا عندي نوعين من انواع السرعة. اول سرعة عندي اسمها سرعة منتظمة او سرعة ثابتة. السرعة التانية هتكون سرعة غير منتظمة، ودايما هتكون عندي سرعة متغيرة. ما يحصل ايه؟ اللي بنلجأ لحسابها عن طريق السرعة المتوسطة. مش فاهم اي حاجة، طب تعالى بقى نفهم يعني ايه الكلام ده. يعني انا ممكن امشي مسافات كتير قوي، مسافات كتير قوي، بس بنفس السرعة، سرعتي ما تتغيرش، سرعتي ايه؟ ما تتغيرش. فساعتها اسمي السرعة ايه دي؟ ثابتة. انا عندي مثلا ولد بيمشي هنا 2 متر في 1 ثانية، مشي برضو كمان 2 متر في 1 ثانية، مشي كمان 2 متر في 1 ثانية. هل هنا المسافة بتاعتي اتغيرت؟ لا. هل الزمن تغير؟ لا. يبقى عندي المسافات بتاعتي كانت متساوية في أزمنة كانت ايه؟ متساوية في نفس الأزمنة. يبقى ساعتها اقول على السرعة دي سرعة ايه؟ منتظمة. طب تعالوا نشوف الناحية التانية، سرعة غير منتظمة. أنا مشيت 2 متر بس قطعتهم في 1 ثانية أول حاجة، بعد كده مشيت 3 متر قطعتهم في ثانيتين، بعد كده مشيت 6 متر قطعتهم في 5 ثواني. هل المسافات عندي دي متساوية؟ لا. هل الأزمنة بتاعتي متساوية؟ لا. طب في مثال تاني؟ اه، أنا ممكن أمشي 2 متر أقطعهم في ثانية واحدة، بعد كده أمشي 2 متر هكون تعبت هقطعهم في ثانيتين، بعد كده امشي 2 متر تعبت خالص هقطعهم في 5 ثواني. عندي هنا مسافات، المسافة بتاعتي كانت متساوية بس الأزمنة بتاعتي ايه؟ مختلفة. نفس الفكرة، ممكن اكون انا ماشي فقطعت اول مسافة 1 متر قطعتها في ثانية، بعد كده شديت حيل شوية فقطعت 2 متر قطعتهم في ثانية واحدة، شديت حيلي اكتر خدت طاقة بقى وسخنت فاخدت 3 متر قطعتهم في ثانية، 4 متر قطعتهم في ثانية. فكانت عندي مسافات متساوية غير متساوية مختلفة بس في ازمنة ايه؟ مختلفة. يبقى السرعة الثابتة عندي مسافات متساوية في زمن ثابت او زمن متساوي، اما الغير منتظمة لا، دي بتختلف. ممكن اكون عندي مسافات هي اللي متساوية بس في ازمنة مختلفة، تعبت بقى، مسافات أزمنة متساوية بس في مسافات إيه؟ غير متساوية. تمام؟ المثال اللي عندك في كتاب الامتحان بيوضح نفس الفكرة، إن أنت عندك الحالة الأولى ولد بيجري خد 5 متر في ثانية، 5 متر في ثانية، 5 متر في ثانية وهكذا. يبقى الحالة دي اسمها سرعة إيه؟ منتظمة. تنسوش احنا بنشرح من كتاب المعاصر نسخة 2024، سوري كتاب الامتحان نسخة 2024. الحالة دي بقى قال لك المتسابق عندي قطع مسافات متساوية في 5 متر في أزمنة متساوية لواحد ثانية. الحركة دي أو السرعة دي، خد بالك الحركة والسرعة حاجة واحدة، حاجة واحدة.
بنسميها ايه؟ حركة بسرعة منتظمة ثابتة. حركة بسرعة منتظمة ثابتة، تمام؟ طب ايه التعريف بتاعها اللي هو مهم جدا؟ السرعة المنتظمة هي السرعة التي يتحرك بها الجسم عندما يقطع مسافات متساوية بس في أزمنة متساوية، تمام. تعالى بقى نشوف السرعة الغير منتظمة. حركة بسرعة غير منتظمة، الولد قطع 1 ثانية وقطع 3 متر في 1 ثانية، 2 متر 1 ثانية، 6 متر 1 ثانية، كذا متر في 1 ثانية. مين المتساوي؟ المسافات. مين المختلف؟ الأزمنة. طب الحالة التانية نفس الفكرة، 2 متر 1 ثانية، 2 متر 2 ثانية، تعبان 3 متر 1 ثانية. يبقى مين المتساوي؟ الزمن. ومين المختلف؟ المسافات. يبقى قال لي هنا بقى ايه تعريف السرعة غير المنتظمة؟ قال لي تعريفها مهم جدا. ليه بقى انا بقول مهم جدا؟ ان الدرس التاني احنا هناخد فيه هنتكلم عن العجلة، هنتكلم عن العجلة. ولو انت ما فهمتش السرعة وحفظت وفهمت، اهم حاجة انك تفهم التعريفات وبعد كده تحفظها، هتلخبط ما بين السرعات وما بين العجلة، تمام؟ ايه هي السرعة غير المنتظمة بقى؟ قال لي السرعة التي يتحرك بها الجسم عندما يقطع مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية، أو العكس، مسافات هي اللي تساوت بس في أزمنة إيه؟ غير متساوية. تمام يا سنة تالتة؟ تمام. يلا يا دكاترة وباشمهندسين المستقبل، بيقول لي بقى ما معنى أن؟ ما معنى دايما 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 بيكون عندي تعريف أنا حافظه فبجاوبه من خلال التعريف. سيارة تتحرك بسرعة منتظمة، أنا حافظ تعريف السرعة المنتظمة. إيه هو؟ جسم يمس مياه يتحرك بمسافة متساوية في زمن متساوي. خلاص تعالى نقول إن السيارة دي ما تتحرك بسرعة، سرعة ثابتة أو منتظمة في خط مستقيم، بحيث تقطع مسافة مقدارها 70 كيلومتر كل ساعة، كل 70 متر هتاخدها في ساعة، يبقى دي مسافات متساوية في زمن متساوي. طب نفس الفكرة، أعلم من الأسئلة الكتير اللي بتيجي في الامتحان. يتحرك متر الأنفاق بسرعة غير منتظمة، أنا من سوهاج مش عايشة في القاهرة بس أعرف كذا مكان في القاهرة، مثلا أنا رايح من الجيزة لمحطة تاني جوه الجيزة، طالع من محطة الجيزة لمكان جوه الجيزة، تمام، وطالع من القاهرة رايح الجيزة، ده مترو. هل المترو في نفس الفترات في نفس المسافات هيقطع نفس المسافة دي ونفس الزمن؟ أكيد لا يمس، أكيد المسافة من محطة جوه محافظة الجيزة غير لما من محطة من محافظة القاهرة لمحطة الجيزة، أكيد المسافة هتبقى مختلفة، صح؟ يبقى المترو هيمشي بسرعة منتظمة؟ لا، هيمشي بسرعة غير منتظمة. هل السيارة بتمشي بسرعة منتظمة؟ أكيد غير منتظمة. هل الطيارة بتمشي بسرعة منتظمة؟ أكيد بسرعة غير منتظمة. حتى الطيارات في مطبات هوائية بتبقى بتقابلها في السماء. قال لأن المترو بيقطع مسافات يمس غير متساوية في أزمنة متساوية، أو العكس، يقطع مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية، تمام. طب تعال أقولك، فكر معايا، إيه الشيء اللي بينتقل بسرعة ثابتة في الفراغ؟ إحنا ما أخدناش غير الضوء. لا، فكر شوية، ده في حاجة خدناها في سنة تانية كان اسمها الموجات الكهرومغناطيسية، الموجات الكهرومغناطيسية اللي منها الضوء، اللي منها أشعة الراديو، اللي منها الأشعة الفوق بنفسجية، اللي منها الأشعة تحت الحمراء، كلها أشعات أو ضوء كان تبع الموجات الكهرومغناطيسية، تمام؟ من أشهرهم الضوء اللي احنا بنشوفه، كان بيمشي بسرعة ثابتة، كان مقدارها 3 × 10^8 متر كل ثانية. يبقى ايه الشيء اللي بينتقل في الفضاء بسرعة، اللي بينتقل في الفراغ بسرعة ثابتة؟ هي الموجات الكهرومغناطيسية اللي من أمثلتها الضوء، والسرعة دي ثابتة مقدارها 3 × 10^8، تمام. طب تعالى بينا ناخد السؤال الخامس من كتاب الامتحان، مثال 5 من كتاب الامتحان. على فكرة نسخة السنة اللي فاتت هي نسخة السنة دي باختلاف ترتيب الأجزاء، يعني مثلا هتلاقي ده في صفحة 22، هتلاقي ده في صفحة 21 وهكذا، فأنت ممكن توفر على نفسك وتشتغل من الكتاب القديم، تمام؟
او تدور على نسخة الكترونية PDF موجودة وتنزلها على الموبايل بتاعك لو الكتاب غالي عليك. العلم ما بيوقفش عند الفلوس، انت لو عايز تتعلم هتتعلم بأقل الإمكانيات. ان شاء الله معانا مش هتحتاج لدرس، هناخد الدرس هنحل عليه أمثلة ان شاء الله كل أمثلة كتاب الامتحان، كمان هنحل عليه الأسئلة اللي في كتاب الامتحان الصغير كتاب الأسئلة، تمام. وآخر السنة هتلاقينا عاملين كل ما هنخلص وحدة هتلاقي عليها مراجعة جميلة، وإن شاء الله هنحل كل أسئلة الامتحانات اللي موجودة في كتاب الامتحان، فما تقلقش. ماشي، يلا بينا تعالوا ندور الحل كده ونحل مع بعض. تحرك جسم في خط مستقيم يبقى بيمشي في خط سرعة منتظمة، وسجلت المسافات التي قطعها هذا الجسم في أزمنة مختلفة كما بالجدول اللي قدامك. احسب سرعة الجسم، سهلة، أنا عندي مثلث صديقي بيقول لي إن المسافة فوق والسرعة والزمن تحت، أنا عايز السرعة، خبي السرعة، يبقى السرعة بتساوي مسافة على زمن. خد أي مسافة وزمن عندك، خد 10 على 5 يساوي 2 متر لكل ثانية. جبت 2 متر لكل ثانية، أدي المسافة بالمتر وأدي الزمن بالثواني. مسافة متر، زمن بالثواني. طب دي عين، أجيب عين التانية أهو 20 على 10 نفس الفكرة، 2 متر لكل ثانية. فدي السرعة هنا إيه؟ منتظمة. ممكن ما يجيبليش دي في الامتحان، سرعة منتظمة، ويقول لك تحرك جسم في خط مستقيم بالسرعات وبالمسافات اللي قصادك. حدد هل السرعة منتظمة ولا لا؟ هات عين 1 10 على 5 ب2، هات عين 2 السرعة التانية 20 على 10 فيها 2، هات السرعة الرابعة 40 على 20 فيها 2، يبقى عرفت اهو من الجدول ان السرعة سرعة ايه؟ منتظمة. يبقى السؤال ممكن يجيك بكذا طريقة ما دام انت فاهم هتجاوب. يبقى السرعة دلوقتي كام؟ 2 متر لكل ايه؟ 2 متر لكل ثانية. ما قيمة كل من سين وص؟ سين ايه؟ موجودة فين؟ في المسافة، مثلثي. أنا عايز ايه؟ ف ضريها 2 تحت يبقى في، يبقى المسافة اللي هي سين بتساوي سرعة في زمن. سرعة جبتها ب2، زمن جبته ب15 أو هو مدوني، يبقى بتساوي كام؟ 30. 30 واسكت، لا 30 متر، أحط لها الرمز بتاعها الوحدة. طب عايز ص، هنا في 50 لو التصوير مش واضح. ص دي إيه؟ زمن، خب الزمن، فيها على عين، يبقى الزمن بيساوي مسافة على عين. مسافة عندك 50، عين جبتها 2، يبقى 25 ايه متر، لا مس اصحي شوية، 25 ايه ده زمن، يبقى 25 ثانية، تمام. وادي الحل موجود عندك في كتاب المعاصر. مثال 6، هل تعتبر حركة الجسم، حركة الشخص على طول المسار الموضح بالشكل التالي حركة بسرعة منتظمة ام لا؟ جايب لك شكل ولد بيمشي او بيجري وبيقول لك بيسير بسرعة منتظمة ولا لا. طب كل اللي انا اقدر اعمله ان انا اجيب تعريف السرعه المنتظمه، مسافات متساويه في ازمنه متساويه. طب مش تقدر تجيب السرعه؟ اقدر. هنا عين 1 تقدر تجيبها؟ عين 1 مسافه على زمن، خد كم متر؟ خد 2، يبقى فيه على زين، فيه 1 2 متر على 1 ثانيه، يبقى اول سرعه عندي 2 متر لكل ثانيه. ده كل 2 متر الراجل ده كان سريع قطعهم في ثانيه واحده، تمام. طب العين التانية، السرعة التانية، ما تجيش تقول لي 6 متر، هتيجي تقول لي 6 متر هتاخد الزمن كله، 6 متر هتاخد الزمن كله. طب ما تيجي تاخد السرعة دي بس، خدي السرعة دي بس، الحتة دي بس عشان تعرف السرعة. عين 2 السرعة التانية كانت كام؟ كانت 6 متر، كان عندي 2 واقف بيجي عندي 6، يبقى قطع كام مسافة؟ 4 6 ناقص 2، وخدهم في كام؟ في 2 ثانية، 4 على 2 فيها 2 متر، إيه ده؟ بنفس السرعة. طب عين 3 سهلة، 6 ل 8، كان واقف عند 6 بيجي واقف عند 8، يبقى 8 ناقص 6 كام؟ 2، قطع 2 متر، على ثانية كام؟ 1، يبقى قطع 2 متر كل ثانية. طب عين 4 آخر سرعة، نفس الحكاية، كان واقف عند 8 بيجي واقف عند 14، يبقى قطع 7 متر، خدهم في كام؟ في 8 من 14 6 سوري، خدهم في كام ثانية؟ 3، 6 على 3 فيها كام؟ 2 متر كل ثانية. ايه ده؟ ده السرعة الأولى قد السرعة الثانية قد السرعة الثالثة قد السرعة الرابعة.
يبقى السرعات عندي ايه؟ متساوية. يبقى الراجل ده بيمشي بسرعة ايه؟ منتصفة. والسبب انه قطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. ادي السرعة وادي الحل، ولانه يقطع مسافات متساوية 2 متر في أزمنة متساوية 1 ثانية. من اهم الأسئلة اللي بتتكرر جامد 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 عندي في الامتحان، علم. يصعب عمليا حركة سيارة بسرعة منتصفة. ليه عندي السيارة تتحرك بسرعة منتظمة؟ ما ينفعش أبدا. ليه؟ لأن أحوال الطريق، ممكن يقابلها توك توك، ممكن تقابلها سيارة كبيرة، ممكن الطريق يكون فاضي فبتمشي بسرعة إيه؟ كبيرة. يبقى يصعب عمليا حركة سيارة بسرعة منتظمة، لأن سرعة السيارة تتغير بحسب أحوال مين؟ الطريق. من أكتر الأسئلة بيجي في امتحان تلت إعدادي. طب ملحوظة، تزود السيارات والطائرات بمجموعة من العدادات، تدخل العربية بتاعتك بتلاقي فيها عداد سرعة وعداد مسافة. ليه؟ علشان أنا لسه عايزة أقيس السرعة، محتاج أقيس مسافة ومحتاج أقيس زمن. أمسك متر بقى وأشعلقه في العربية من ورا كده وأقيس المسافة اللي أنا خدتها، وأمسك في إيدي ساعة وأشوف الزمن وأنا جوه العربية سايق، أقسم مسافة على زمن، ده أنا كده مش هخلص. طب أمال إيه؟ أركب عداد سرعة يديني السرعة على طول، وعداد مسافة بيقيس لي المسافة اللي أنا خدتها، بيخدم على عداد السرعة وبيديه على طول عداد السرعة، ياخد المسافة من هنا على الزمن اللي عنده في العربية هو قايسه، يقسم ده على ده، يطلع عداد السرعة على طول إيه الدنيا، يقول لي أنت ماشي بسرعة 100، ماشي بسرعة 90، ماشي بسرعة 80، وهكذا. يبقى تزود السيارات بحاجتين، نقط ونقط، عداد سرعة وعداد مسافة، بالإضافة إلى ساعة ضبط الوقت وبوصلة تحديد الاتجاهات. تمام؟ طب علم سؤال كمان، أهمية وجود عداد السرعة في الطيارة والسيارات. ليه؟ علشان يديني السرعة مباشرة، لأنه يستخدم في معرفة مقدار السرعة إيه؟ مباشرة. أنا مش هفضل كل دقيقة أوقف السيارة بتاعتي وأقيس المسافة اللي أنا خدتها وأقسم على الزمن اللي أنا خدته وأجيب السرعة. أول ما أبص في العداد أعرف أنا ماشي على سرعة كام. تمام؟ تمام. نيجي لنوع ثالث من أنواع السرعة. يبقى أنا دلوقتي خدت نوعين، سرعة منتظمة وسرعة غير منتظمة. السرعة الثالثة اللي هي السرعة المتوسطة. تمام؟ تمام. والله مشيت من بيتي، أنا طالع من البيت، بيتي أهو، رحت المدرسة، رايح على المدرسة بتاعتي أو الدرس بتاعي، مشيت مسافة 2 متر. أنا راجل أمور بمشي بسرعة 2 متر في كل سنة. قابلت واحد صاحبي، وما أحلى لو بنوتة بقى، وقابلت واحدة صاحبتها قعدت تحكي معاها بقى ايه حوالي دقيقتين. بص دقيقتين 60 ثانية 120 ثانية، ده ايه ده في المتوسط، ها هما بيحكوا اكتر من كده. 120 ثانية ما انا متحركتش، انا واقفة. بعد كده سبت صاحبتي وكملت على مدرستي او كملت على الدرس، قطعت 4 متر في 3 ثواني. ايه رأيكم؟ قالك انا عايز السرعة بتاعت البنوتة دي، هل تقدر تجيب السرعة المنتظمة هنا؟ لا. طب السرعة الغير منتظمة؟ لا. إيه ليه لا؟ عشان في عندي حتة وقفتها أنا مش عارفها هي هتعمل فيها إيه. راحوا طلعوا لنا مصطلح اسمه السرعة المتوسطة. قال لك السرعة المتوسطة دي أول ما تطلع تقيس كل المسافات اللي أنت مشيتها على كل الزمن اللي أنت خدته، حتى اللي وقفته يمس، حتى اللي وقفته يمس. من أهم الحاجات اللي بتغلط في الامتحان. يبقى السرعة المتوسطة هي السرعة عين شرطة، أول حاجة لازم تعرف رمزها عين شرطة، هي المسافة الكلية فيه على الزمن الكلي، حتى اللي وقفته، حتى اللي وقفته. تمام؟ تمام. إيه تعرفها بقى؟ تعرفها مهم جدا ولازم تحفظه، المسافة الكلية كل المسافة التي يقطعها الجسم المتحرك مقسومة على، كلمة مقسومة على مهمة جدا. ليه؟ هتيجي تبين لي حاجة لما أخد العجلة. مقسومة على الزمن الكلي حتى اللي وقفته المستغرق في قطع هذه المسافة. تمام؟ تمام. يبقى ايه هي السرعة المتوسطة عين شرطة؟ كل المسافات اللي خدتها على كل الزمن اللي خدته حتى اللي وقفته، بالبلدي كده. تمام؟ ما معنى ان السرعة المتوسطة لقارب 30 كيلومتر لكل ساعة؟ قال لك المسافة الكلية التي يقطعها القارب خلال ساعة واحدة تساوي 30 كيلومتر، حتى لو وقف وخد ريست في النص أو استراحة في النص. طب بنوتة اسمها سعاد قطعت مسافة قدرها 100 متر جري، ما الذي تحتاج سعاد لتحديد سرعتها المتوسطة؟
طب انا مش عايز من السرعه المتوسطه غير المسافه والزمن، هي مدياني المسافه، انا كده عايز احدد الزمن. اجيب عداد سرعه، لا ده بيتركب في العربيات والطيارات. اجيب شريط متري، لا ده هيقيس المسافه عندي. اجيب ترمومتر، لا مش تعبانه هي مش عايزه اقيس الحراره. امال اجيب ايه؟ ساعه ايقاف، احدد هي خدتها في كدي عشان اجيب الزمن. تمام. طب مثال كويس مش محلول في الصفحة دي فنقدر نحله من غير ما تشوفوا الإجابات. عندي عداء ولد بيجري قطع مسافة 100 متر جاري في زمن قدره 10 ثواني، أول 100 متر خدهم في 10 ثواني، ده سريع. ثم عاد، يعني الولد ده مشي كده خد 100 متر قطعهم في 10 ثانية ورجع تاني خدهم في 80 ثانية. احسب السرعة المتوسطة عين شرط في رحلة الذهاب، رحلة العودة، رحلة الذهاب والعودة. حلو خالص، عندي عين شرط في رحلة الذهاب مسافة كلية على زمن، خد 100 متر، خد 10 ثواني، صفر مع صفر يبقى 10 متر كل ثانية. خد بالك ما هي سرعة يبقى بنفس الوحدات بتاعت السرعة. طب رحلة العودة، ايه ده لسه ما عطانيش المسافة؟ يدعب عليك، ما عطيك المسافة يا دكتور اهو. كام؟ ما هي اي، هو رجع عاد، يبقى كام هنا عند اخر حاجة ورجع، يبقى خد كام؟ 100. بس خدهم المرة دي في كام؟ في 80، كان تعبان. يبقى صفر مع صفر، 10 على 8 فيها 1 وربع، 1.25 متر كل ثانية، كل متر وربع قطعه في ثانية. طب رحلتي الذهاب والعودة عند شرطة برضه المسافة كلية على زمن كلي، مسافة كلية راح 100 متر رجع 100 متر، أول 100 كانوا في 10، تاني 100 كانوا في 80، يبقى 200 على 90. هتحسبهم بالآلة الحاسبة بتاعتك، أنا مش حافظاهم. 2.2 من 10، 2.2 من 10 متر كل ثانية. صعب السؤال؟ لا ده سهل جدا. طب مثال 8 بيقول احسب السرعة المتوسطة الجسم يقطع مسافة قدرها 84 متر خلال 12 ثانية، وبعد كده 56 متر خلال 8 ثواني، ثم 28 متر خلال 4 ثواني. دي سهلة جدا، أنا هجيب السرعة المتوسطة عين شرط مسافة كلية على زمن كلي. طب هو خد إيه يا مس؟ ده هو خد 84 متر الأول زائد كم متر؟ 28 متر زائد 56 متر، ده كله على كام؟ أول حاجة 8 ثواني، 12 ثانية يا مس، 4 ثواني. تمام، كلهم على بعض، اجمع اللي فوق واقسمه على مين؟ على اللي تحت، هيديني 7 متر لكل ايه؟ كل ثانية. بالسهولة دي؟ بالسهولة دي. تعالوا نشوف غيره. مثال 9 احسب السرعة المنتظمة لجسم يتحرك في خط مستقيم ليقطع مسافة قدرها 168 متر خلال 24 ثانية. عادي، ده سرعة منتظمة، يعني هقول عين مع تساوي فيه على زين 168 متر يا مس على 24 ثانية، هتلاقيها مس على الآلة الحاسبة 7 متر كل ثانية. ايه ده؟ ده نفس إجابة السؤال اللي فات بالظبط كده. عايزك يوصل لك معلومة جميلة جدا، المعلومة دي بتاعتك بتقول لك ايه؟ بتقول لك حاجة مفيدة جدا، بتقول لك إن الجسم ممكن تكون سرعة المتوسط تساوي السرعة المنتظمة بتاعته في حالة إيه؟ لو اتحرك بها الجسم لقطع مسافة متساوية في زمن متساوي. يعني إيه؟ ال 84 دول لو قسمتهم على ال 12 هيديك 7 متر، 56 على 8 7 متر، 28 على 4 هيديك 7 متر. يعني أنت يا مس عايزة تقولي إن السرعة المتوسطة دي هتساوي السرعة المنتظمة عين لما يكون الجسم ماشي بسرعة أو ما هيقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. هو الكلام ده اللي أنا عايز أوصله لك. يبقى إمتى عين شرطة السرعة المتوسطة بتساوي عين؟ بتساويها لما الجسم يكون بيقطع مسافات متساوية في أزمنة إيه؟ متساوية، اللي هي السرعة مين؟ المنتظمة. تمام. سؤالين لازم تكون فاهمه. تتساوى قيمة السرعة المتوسطة عين شرط لجسم متحرك مع قيمة سرعته في أي لحظة سرعة منتظمة. متى؟ قلنا لما يتحرك الجسم حركة منتظمة أي بسرعة منتظمة. تختلف قيمة السرعة المتوسطة عين شرط تختلف، يعني لا تساوي السرعة المنتظمة. متى؟ لما يتحرك الجسم حركة غير منتظمة بسرعة غير إيه؟ منتظمة. تعالوا نشوف مثال
في سباق السيارات تحركت سيارة 60 مرة حول مسار دائري. يعني أنا عندي دايرة كده وجيت عندي هنا سيارة، السيارة دي عمالة تلف حوالين المدار ده أو الدايرة دي، اتحركت 60 مرة، 60 مرة وهي بتلف. على محيط الدايرة دي كان 3.6 متر، ده المحيط. المحيط احنا عارفينه من الرياضة اللي هو الجزء الخارجي لإيه الشكل. في زمن قدره يعني خلال 60 مرة خدت 2.4 ساعة. ما السرعة المتوسطة؟ تمام، أنا عندي السرعة المتوسطة بتساوي المسافة الكلية على الزمن الكلي. تيجي تقول لي إن هي مشيت 3.6، فاكتب 3.6، أقول لك أنت ما فاهمش حاجة. ليه كده يا مس؟ الغلط ولا غلط ولا حاجة. هو بيقول لك مشيتها 60 مرة، يعني 60 مرة كل مرة خدت 3.6، 3.6، 3.6. تقول لي انت مره واحده 3.6؟ لا، امال ايه ده؟ الزمن المسافه الكلي. يبقى هي خدت 3.6 في 60. جت منين ال 60؟ عدد الدورات اللي مشتها، عدد المرات اللي لفتها على الزمن الكلي اللي هو كام؟ 2.4. تمام، هيطلع عندك بمتر كل ثانيه. تعال نجيب الاجابه. اجابته اهي، هيطلع كام؟ 90 كيلومتر لكل ثانيه. ساعة، ساعة، 90 كيلومتر كل ايه؟ ساعة. مثال 11 جيجا، بسرعة 10 متر كل ثانية، ثم لدقيقة أخرى بسرعة 20 متر كل ثانية. ما مقدار السرعة المتوسطة؟ عين شرط بتساوي مسافة كلية على زمن كلي. تمام، أول مسافة أو أول جزء عين السرعة، السرعة الأولى دي أقدر أجيبها تساوي ايه؟ تساوي السرعة المسافة أقدر أجيبها طب ما انا عنديش، طب ما انت عندك ادي زمن وادي سرعه، تقدر تجيبها ولا لا؟ اقدر، ما انا عندي المثلث حبيبي اللي بيقول لي ان المسافه فوق وسرعه وزمن تحت. اقدر اجيب المسافه الاولى. بتساوي ايه المسافه الاولى؟ يا مس، ده بتساوي سرعه في زمن. السرعه عندك بكام؟ ب10. طب والزمن بدقيقه، اكتب واحد انت غلطان. ليه؟ خد بالك دي ثانيه ودي دقيقه، يبقى لازم تحول الدقايق لثواني، يبقى في 60، 10 في 60 يساوي 600 متر. دي أول طب تاني فيه بتساوي سرعة في زمن. نفس الحكاية، دقيقة ما تكتبش واحد، 60 عشان أعطيك السرعة بالثانية، يبقى 20 في 60 اللي هتطلع لك 1200 متر. كده أنت جبت المسافة الأولى والمسافة مين؟ التانية. تقدر تجيب الباقي؟ تعالي كده يا مس، بس ايه نمسح بس شوية كده ايه الجزء ده ونكمل. تعالي بقى يا مس نكمل هنا. يبقى السرعة المتوسطة بتساوي فيه واحد يا مس على فيه زائد فيه اتنين على زين واحد زائد زين اتنين. تمام، فيه واحد جبتها ب600 زائد فيه اتنين ب1200. حلو، حلو. زين بقى خدت السرعة دي في كام؟ في دقيقة، يبقى 60. خدت السرعة التانية في كام؟ في دقيقة، يبقى 60. اجمع فوق واجمع تحت واقسم على بعض يديك السرعة المتوسطة. تعال نجيبها من الكتاب، هتطلع كام؟ 15 متر كل ثانية. تمام؟ تمام. طب هسيب لكم فكر وراجع، هنجاوبها في أول الحصة الجاية. قطعت سهام بسيارتها مسافة قدرها 50 كيلومتر كل ساعة، يعني سهام بنوتة ماشية بالسيارة بتاعتها خدت 50 كيلومتر لكل ساعة. لأ، ده في نص ساعة، يعني ده الزمن ودي المسافة. أقدر أجيب سرعة؟ احسب المسافة التي ستقطعها إذا استمرت تتحرك بنفس السرعة المتوسطة لمدة 4 ساعات. صعبة ولا صعبة ولا حاجة؟ أنت قدها دكاترة مش مهندسين، ها؟ مبرمجين المستقبل، البرمجة. اوعوا تنسوا ابدا، في وظائف جديدة جدا جاية في الطريق بتلغي وظائف قديمة كانت احنا مسيطرة على عقلنا. البرمجة، الكمبيوتر، الذكاء الاصطناعي. خدوا بالكم، اتعلموا، علموا نفسكم بنفسكم. ذاكروا، مش ذاكروا مذاكرة الكتب، ذاكروا للعالم اللي حواليكم. تمام، هسيب لكم السؤال ده هنحله مع بعض ببداية شرح الجزء اللي جاي.